أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجنا. ضيفنا النهاردة هو مخرج مبدع في مجال الإعلانات، صاحب فكر مختلف وغير تقليدي. خلونا نرحب بضيفنا النهاردة. أهلا وسهلا يا أستاذ سلطان. أهلا بيكي وشكرا جدا على المقدمة الجميلة دي، وأحب أقول لك يعني إن أنا اللي مبسوط إن أنا ضيف معاك هنا في حلقة من برنامج اسمه إيه؟ يمين يمين شمال شمال. برنامج يمين يمين شمال شمال. طيب، نحب نسأل حضرتك سؤال مهم جدا، يا ترى ايه سر نجاح المخرج سلطان الجحش؟ بص، انا مش عايز انظر عليك ولا اقول بقى كلام كبير من اللي هو بيطلعوا يقولوه في التلفزيون والحاجات دي. باختصار شديد، سر نجاح سلطان الجحش هي مراتي، زوجتي. الحمد لله يا رب، يعني ربنا انعم عليا بزوجه وقفت في ظهري لحد ما وصلت اللي انا فيه دلوقتي حالا. يعني لحد اللحظه اللي احنا فيها دي، انا بصحى من النوم الاقي فطاري جاهز، اللبس اللي رايح بيه الشغل جاهز برضو، باخد رايها في كل كبيره وصغيره في شغلي. يعني حتى هي هتلاقيها دلوقتي متابعانا في التلفزيون وبتتفرج عليا. نوجه لها تحيه. طبعا حبيبتي. ده احساس جميل منك جدا. بص، انا عندي وجهه نظر في الموضوع ده، دايما بقولها لاصحابي. ليه الراجل اللي مش مستقر عاطفيا او اللي فاشل في حياته الزوجيه بيبقى عنده كرش؟ ليه يا استاذ سلطان؟ انا اقول لك ليه. لان هو قبل الجواز بيروح على الثلاجه ما بيلاقيش الحاجه اللي بيحبها فبيروح على السرير ينام. بعد الجواز بيروح على السرير ما بيلاقيش الحاجه اللي بيحبها فبيروح على الثلاجه ياكل. من هنا بيجي الكرش. طبعا وجهه نظر تحترم. طيب، احنا معانا كم مكالمات كتير جدا، ناخد منها شويه ونرجع نكمل كلامنا. اتفضلي. طبعا. الو، اتفضل حضرتك على الهوا معانا ومع استاذ سلطان. الو، ايوه يا سلطان، انا بهجت. ده بهجت الساعاتي، اعز اصدقائي ويمكن اكتر من اخويا، ويعرف عني كل كبيره وصغيره. الحق مراتك يا سلطان، صحيت من النوم دي جي ومش بعيد تتشاف من عيل سيس. ما بهجت بيحب يهزر جدا، ومعروف عندنا في الشله يعني ان هو بتاع الافيهات والحاجات، وبيقلد فنانين كمان ساعات. يعني انا مش بهزر، ولو ما لحقتهاش ممكن تخش في سكه المخدرات، وهتلاقيها جايه في يوم بتقول لك انا حامل من واحد تاني غيرك. ما تقفلي على الكلب ده قبل ما يفضحني. يبدو ان الاتصال اتقطع. طب سؤال تاني، انت مش سامع بيقول ايه؟ انا اروح الحقها. تفتكر انا كده فضحته؟ أنا مش بفتكر، أنا متأكدة إنك أنت فضحته. والله العظيم 3 غصب عني، فهو اللي اضطريني أعمل كده، يعني ليه قافل موبايله يعني؟ عشان على الهوا؟ طب ما توفيق عكاشة كان بيرد على الموبايل وهو على الهوا. بالظبط، هو ودرديرة. هو ودرديرته، ده مرة طلب كارت شحن ب10 على الهوا. طب أنا كنت أعمل إيه؟ ما هو غصب عني برضه، ما أنا كان لازم أتصل بيه عشان أقول له يلحق دالي، يعني ده واجبي تجاه صاحبي وحبيبي. طيب، واجبك بقى تجاه حبيبتك؟ عايزة أنا أتصل بيكي؟ لا، أنا عايزك تتصل بابني وتطلبني منه عشان خطوبتنا. منيرة ما بلاش دلوقتي والنبي، عشان سلطان غبي وإيده تقيلة. نعم، يعني أقصد لما نعدي بس موضوع داليا ده ونطمن. خلاص يا حبيبي، خلاص بلاش. الله، في إيه؟ أنت اللي قلت لي عايزة أتجوزك، في 10 مستنيين، مش عايز. يلا، نو بروبلم، مفيش مشكلة، يلا. منيرة، ممكن ما تقوليش كده لو سمحتي؟ عشان انت عارفه واثقه ان قد ايه بحبك. بحبك اكتر من النوتيلا. النوتيلا بس، النوتيلا اللي بالبندق. دبدوبي ارنوبي محبوبي دوبي دوبي. بليز بليز يا حبيبي، كلم سلطان واطلب ايدي منه. أمري لله. إيه؟ عشان سلطان غبي وكده. هكلمه.